النهارده محافظة الإسماعيلية هتشهد انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، واللي بيشارك فيه 15 فرقة، من بينهم فرقة أجنبية بتقدم الفولكلور الشعبي الخاص بيهم، وده بيساعد طبعا في نقل الثقافات الفنية والشعبية بين الدول. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ محمد نبيه، رئيس إقليم القناة والسيناء الثقافي، عشان نتعرف منه على كل تفاصيل المهرجان. صباح الخير لحضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير مصر. يا استاذه جوميتا واستاذ احمد، صباح الخير. صباح الخير عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه لو تكلمنا عن ابرز الفعاليات اللي هتشهدها اعمال المهرجان بالاسماعيليه. بدايه اسمحوا لي ان انا اشكر اهالي الاسماعيليه، هم السبب الرئيسي لنجاح هذا المهرجان. شعب ذواق، جماهير محبه للفنون والاداب والثقافه بشكل عام. كثير من المهرجانات الدوليه تعقد في مدينه الاسماعيليه ومحافظه الاسماعيليه. يعني الشهر اللي قبل الماضي كانت مهرجان المانجا، والشهر اللي بعد القادم ان شاء الله مهرجان السينما التسجيليه. مهرجانات دوليه كثيره جدا تتواقد في محافظه الاسماعيليه، كل الشكر والتقدير للاهالي الاسماعيليه. مهرجان الاسماعيليه السنه دي في دورته ال 22 يعني بيضم العديد من الفرق المحليه، 10 فرق من محافظات مصر، بالاضافه لفرق عربيه واسيويه وافريقيه. الهدف الرئيسي منه هو بناء جسور وصل ووصال للثقافات المحلية وثقافات الشعوب الأسيوية والعربية والإفريقية. هذا الجانب الآخر كان اهتمام وزارة الثقافة على رأسها طبعا معالي الوزيرة الدكتورة فين الكيلاني، بأن يكون المهرجان هذا العام يحمل رسالات محبة وسلام إلى شعوب العالم. هذا هو شعار المهرجان، أن الثقافة هي رسول المحبة ورسول السلام ولغة التفاهم ولغة الوصال بين الشعوب، سواء خارج القطر المصري أو بين المحليات أو الثقافات المحلية داخل الحدود المصرية. هذا أولا. ثانيا، كل الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة على الجهد الجهيد الذي قدمه هو ورجال التنفيذيين للمحافظة ورجال الشرطة بمحافظة الإسماعيلية. عايز اقول لحضرتك رساله قويه جدا 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 للساده المشاهدين، ان اهالينا الفرقه الفلسطينيه اللي جت امبارح وشاركت في الديفيليه اللي مر في شوارع الاسماعيليه، استقبلته اهالي الاسماعيليه بترحاب جنب وتصفيق وتشجيع، يعني وكانهم بيستقبلوا فرقه مصريه ذات يعني شان وقيمه. صحيح. اعضاء الفرقه الفلسطينيه قالوا لم نشعر بالانتقال، كده فعلا مدرب الفرقه قال ان فرقتي قالوا لم نشعر بجهد الانتقال من بلدنا فلسطين الى بلد اخرى. صحيح. عندما جئنا الى مصر شعرنا اننا في نفس، يعني وهو تحديدا يا استاذ محمد، ومصر يعني هو يعني وطن ثاني لفلسطين تحديدا. لكن خليني بما اننا تحدثنا عن المشاركين او الوفود المشاركه من الخارج، ومعروف ان الفن يعني لغه تتحدث بها الشعوب من اجل ارساء السلام، عدد المشاركين في المهرجان من الفرق الفنيه بشكل عام بقى وصل كام؟ وعدد الفرق الاجنبيه كمان وصلت لحد كام؟ ومده المهرجان قد ايه؟ طيب احنا عندنا فرقه من الهند، والفرقه الـ يعني الرسميه لدوله الهند، عندنا من السودان، عندنا من فلسطين، طبعا فرق كثيره مشاركه معانا، بالاضافه طبعا لفرق الشرقيه، فرق بورسعيد. بالمناسبه الفرقنا المحليه حصدت جوائز دوليه لمهرجانات مشابهه على مستوى العالم. صحيح. يعني لما نتكلم على فرقه سوهاج للفنون الشعبيه اللي راجعه من صربيا قريبا، فرقه بورسعيد للموسيقى العربيه اللي انا اسف للفنون الشعبيه اللي راجعه من اليونان، من روما، اكاديميه الفنون بروما. نعم. من عده شهور. فرقنا كلها بالكامل، فرقه طبعا الاسكندريه او الحريه كما يحبوا ان يلقبون انفسهم، فرقه عظيمه كلها جابت العالم بالكامل. فرق كثيره جدا زي فرقه الشرقيه، فرقه ملاوي من المنيا، فرقه القبول القويه يعني الايقاع القوي والتحطيب القوي ملاوي، وليها طبعا فرقه سوهاج للفنون الشعبيه، هذه الفرقه التي تنافس فرق العالم فعلا. عندنا فرق كتير جدا من جمهوريه مصر العربيه مشاركه، فرقه اسوان من الصعيد الجميل عالي مصر مشاركه بخفه دمها وروحها. اجمالي العدد وصل قد ايه يا استاذ محمد؟ وصل دلوقتي ل 14 فرقه مشاركه،
ده ما بين فرقه دوليه وفرقه محليه. بالمناسبه برضو بنقول ان نتيجه ان الفرق المصريه على مستوى عالي جدا، سفاره كوريا الجنوبيه دعت فرقه اسوان، هذا خبر حصري وحديث امس، يعني للمشاركه في احتفالات كوريا الجنوبيه. قريبا ان شاء الله الفرق المصريه لازم نكون فخورين بيها. انا مش بتكلم كلام عن تري ولا كلام مبالغ فيه او قطات، لكن صحيح. ده حقيقه فعلا الفرق المصريه ممثله، احنا اصل الفني بالضبط كده فندم، مسافر جيد جدا للثقافه الفنيه وقوه ناعمه قويه ورصينه لأحد عناصر القوى الناعمة المصرية فعلا خارج الحد المصري أو خارج الحدود السياسية المصرية، وبتوصل رسائل جميلة جدا. أنا قلت لحضرتك المهرجان ابتدى الديفيليه بتاعه امبارح يوم 20 في شوارع الإسماعيلية من الساعة 5 مساء حتى 7 مساء، ثم تتالت بعد ذلك البروفات أو البروفات النهائية لحفل الافتتاح اللي هيعقد اليوم إن شاء الله في القصر الشتوي للمسرح الشتوي لقصر ثقافة الإسماعيلية، والعرض طبعا للجمهور بالكامل مجانا ومفتوح لجمهور الاسماعيليه بالكامل وللمنصات الاعلاميه والاذاعيه والصحف هكذا. يبدا ان شاء الله العرض النهارده بمشاركه اعلام الدول المشاركه ومشاركه فرقنا المحليه ايضا في حفل الافتتاح، ثم يستمر بعد ذلك حتى يوم 30 سبتمبر مرورا بقى بمدن الاسماعيليه بالكامل. طبعا مدينه الاسماعيليه عاصمه المحافظه سيعقد فيها حفل الافتتاح بحفل الختام يوم 25 اليوم ويوم 30 ان شاء الله سبتمبر. اما مجريات او فعاليات المهرجان ستكون في مدينه القنطره ومدينه الشيخ وحي الشيخ زويد الشيخ زايد بدنفا وبحديقه الاسره وحديقه الشيخ زايد، وننتقل الى التل الكبير مدينه التل الكبير ثم مدينه القنطره شرق ومدينه سيد الساحليه او الشاطئيه. يعني عايز اقول لحضرتك المدن الرئيسيه لمحافظه الاسماعيليه ستشهد فعاليات وانتقال الفرق المحليه والدوليه لتحتفل مع جماهير الاسماعيليه والجماهير الوافده خاصه في مدينه فايد. حضرتك عارف ان موسم سياحي صيفي او مصيف لمدينه فايد يصل حوالي 500,000 مواطن مصري ما بين زائر ومقيم في هذه المدينه في الاشهر الصيف، طبعا حشد كبير جدا طبعا بكل تاكيد. بس يا فندم خليني اعرف من حضرتك، يعني اي مهرجان بيكون فيه حضور بخلاف طبعا الفرق المشاركه، عايز اعرف من حضرتك مين ابرز الحضور من الشخصيات الرسميه؟ ان شاء الله يا فندم هيكون موجوده وزاره الثقافه، موجوده محافظه الاسماعيليه، موجود القيادات الشعبيه والتنفيذيه، موجود القيادات او اعضاء البرلمان بغرفتي ان شاء الله، موجود شخصيات اعلاميه وشخصيات فنيه كثيره جدا، رؤساء قطاعات وزاره الثقافه بالكامل متواجدين ان شاء الله. اشكر في هذا الشان طبعا واحيي واشد على يد الفنان الكبير الاستاذ هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه وكل رجال رئاسه الهيئه محمد حجاج ونبيل نعيم وهيثم وعبد السميع وفاطمه علاقات عامه وكثير جدا من الاسماء الذي وطبعا شيرين عبد الرحمن مدير مديريه ثقافه الاسماعيليه وكل رجال يعني القائمين على هذا العمل، واقصد برجال رجال وسيدات بكل تاكيد يا فندم. والشكر موصول كمان لحضرتك يعني استاذ محمد نبيل رئيس اقليم القناه وسيناء الثقافي، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه المعلومات.